بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فقد روى الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي يوم القيامة. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، سيد الثقلين، إمام القبلتين، صاحب قاب قوسين، حبيب رب المشرقين والمغربين. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، ولقد وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمعي الكرام، نجتمع في هذه الجلسة المباركة لأن فيها ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. هذه الجلسة هي حفل زواج الأستاذ حسام حسن أبو العفية سلام على كريمة الحاج حارس عزة سلام. ندعو الله أن يخرج من بين أصلابهما من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وندعو لهما ونقول: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. مستمعي الكرام، إن الزواج سنة عظيمة من سنن الإسلام، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الزواج من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج آية دالة على وحدانية الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالزواج آية وعلامة على أن الله واحد لا شريك له، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الزواج عظيم دلالة على أن الله واحد، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، نعم، من بين الصلب والتراب إنه على وجعه لقادر. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، أي الماء الذي
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مستمعي الكرام، إن الحديث عن حقوق المرأة أو المرأة والإسلام أمر عظيم نحن في حاجة إليه، والحديث ذو شجون غير أننا نشتاق إلى القرآن الكريم، إلى الدستور السماوي، إلى كتاب الله، إلى القرآن الكريم، إلى حبل الله المتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الحارق، البيت المهجور الذي يتسكنه الحيات بعيد عن القرآن، ما أحوج بيوتنا اليوم إلى القرآن الكريم. فقد روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله إلى القرآن الكريم. والأستاذ الشيخ القارئ الشيخ الغزالي عبد الرحمن عبد الشافي فليتفضل. كيف تنجم
Thank you.
شاء الله. بارك الله فيكم وفي الأفلاح يا رب. الناس
لك وراي. فيكم جميعا بارك الله فيكم يجوكم صلاة الله. ان شاء الله نجحت من الاول بعد النجاح نفكر في المستقبل ان شاء الله ربي يفرج عليكم يا رب يفرج عليكم ان شاء الله. لا تخش تقبل عليك اخر واحد يسعدك عشان تعلمك تاخذ ولا لسه لا.